رؤوف، ربنا يديك الصحة وطول العمر يا جوز. ده انت حبيبي شريف قريب رؤوف. اهلا وسهلا، الف مبروك. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب. يلا بقى يا عزيز عشان نتصور مع تامر وسلمى. يلا يلا، ما تيجوا يا جماعه. يلا الف مبروك يا عم تامر. الله يبارك فيك. ما تزعلهاش بقى، ما تندمنيش ان انا جوزتك اختي. انا عمري قصرت رقبتك في حاجه؟ لا في الشغل لا. خلاص اما القعد بترغي ليه بقى وموترنا؟ خليك في حالك. ما تسكتوا بقى، خلونا نتصور. يلا يلا. هو كان بيقول لك اه صدقي ليله فرح وبيسالني على تليفون الرقاصه. ايه ايه انت اي حاجه بتصدقيها؟ والله ما حصل. ايه يا عزيز، عايز تخرب بيت اختك يوم فرحها؟ اه معلش خليهم تاني. ما تقلقش يا حبيبي، انا عارفه مقالب عندك. برافو عليك يا سامي. خلاص ربنا يهني سعيد بسعيده. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا زي ما انتم عارفين انا مش بشتغل غير في الفنادق بس، بس انا جيت الفرح النهارده ده مخصوص علشان مستر عزيز، وتحيه كبيره لمستر عزيز. السلام عليكم. طبعا هي مش جايه لنا مخصوص ولا حاجه، هي جايه عشان خاطر رؤوف صاحبي وحبيبي وصديق عمري. تحيه كبيره قوي رؤوف. وعشان محدش يزعل يعني انا عايز احيي كل الناس اللي جت النهارده عشان تجاملني فرح اختي ساميه، اختي وحبيبتي اللي وقفت جنبي من وانا صغير لحد لما بقيت عزيز اللي انتوا شايفينه، لحد بقى لما سلمتني الفريده حبيبتي ومراتي. فريده اللي وقفت جنبي واللي لو بايدي انا اديها جايزه احسن زوجه في العالم. عشان كده انا بقول قدامكم اهو تشهدوا ها كلكم انا بحبك يا فريد، بحبك. انا بشكركم جدا والف الف شكر والف مبروك. عقبالكم. ايه الروش ده يا سونيا؟ يوه، حد قال لك تيجي جنبي؟ وبعدين ايه موضوع ما بتنزليش افراح ده؟ انت شفتني قبل كده في افراح؟ امال انا علقتك منين يا واطيه؟ ايه علقتك دي؟ يا سلام، زعلتك او علقتك بلاش شقطتك حلاوته. ماجدة ايه خدتيني؟ هتعرفيش عزيز فين؟ هتلاقيه هنا ولا هنا. اقولك اكيد بيعمل تليفون. هو ايه اللي عزيز فين؟ هو انا عيل كنت سكرتيرة في الشغل وكمان في الافراح؟ فصلتني من الموت. يوسف انت مبهدل نفسك كده ليه؟ خليك جنبي هنا. لا انا رايح الباب. عزيز ايه يا يوسف؟ ينفع كده يا عزيز؟ كنت فين؟ جات لي مكالمه تليفون شغل مهم قوي، قلت اتكلم بعيد الدنيا دوشه. حتى في الفرح شغل؟ خليك معانا شويه. جرام يوسف انا لسه مصياتك قدام الناس. ايه ام يوسف ومصياتك دي؟ ارحموا. مالك في ايه؟ الفرح ده زفت. ليه بس؟ ده فرح عمتك. ما مش عايزين العب. انت يعني لازم تلعب قدامها، العب من وراها ما تخليهاش تشوفك. شايف الموزه اللي هناك دي؟ اه روح العب معاها، اللعب مع البنات احلى. شايف كده؟ وابو كده كمان. وبعد لما تخلص تجيلي اظبط لك هدومك واسلمك لامك نظيف. ماشي؟ ماشي معاك. ماشي. واضح ان المكالمه كانت لوكال قوي. لوكال اه، بس من شبكه محترمه. وبعدين ماله اللوكال؟ اثبت بس. عسل. استاذ شاوي الاكل يبقى عندهم بدري. ما توصينيش يا باشا على صبحيه عريس. عاوز حاجه تشرف؟ هظبطه يا باشا، كابوريا وجمبري واستاكوزا وبطارخ. انتوا كده هتظبطوا؟ انت كده هتفجروا. ايوه فجرني. فتح يا علي مع الصبح. في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خلص يا عمتي بقى. في ايه؟ تعالى شوف المصيبة اللي اختك وقعت فيها يا عزيز. في مصايب بتحصل الساعة 6 الصبح. خلاص يا سامي ما تعمليش في نفسك كده. فهميني ايه اللي حصل؟ قسما بالله لو كان مد ايده عليك لكون دفنه النهارده. الحمد لله ربنا كشفه من اول يوم، لا من اول ليله. ربنا بيحبني يا عزيز. كشفه من اول ليله؟ انت ايه اللي حصل؟ مش قادره اقول، مش قادره. ما كنتش طلع اقول له عزيز بابي؟ يعني ايه اقول
بس يا ولد اطلع يلا على اوضتك. ياه اتكلمي بقى يا سامية، ايه اللي حصل؟ مش حاضر انت طه، مش حاضر. طب يا حبيبتي لو مكسوفة قولي لي في ودني. تعالي تعالي. ايه يا عزيز؟ ايه بس؟ هو في اكتر من كده؟ ايه بقى؟ ايه؟ مش هتصدقي. ها اقول لك ايه بس، الواد كان بيحاول. ما تنطقهاش. منطقش ايه الله يحرقك، ده انت هربتي دمي. ما تتكلموا بقى، ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه يا ستي، ما حصلش حاجه. الواد كان عايز يتجوز. ايه ده كان عايز يغتصبني. الله يخرب بيتك يا تامر، ده انا فكرته عمل بلوى. هو في بلوى اكتر من كده؟ الله، امال انت متجوزاه ليه؟ يقوم يشدني ويمسكني بالعافيه. ايه دي يا سامي؟ ايه دي؟ كام داون عزيز، ما تكلم تامر تشوف ايه اللي حصل. يلا حبيبتي يلا عشان ترجعي بيتي. لا لا مش راجعه له، مش راجعه له. عزيز ده طلع بيشرب خمره. خمره؟ ايوه، ومش بعيد بقى بعد يومين ثلاثه نكتشف انه بيضرب حقن. لا لا، وعلى ايه؟ اطلعي انت على اوضتك وانا هحل الموضوع ده. تعالي معايا. حضرتك ها في ايه؟ اتبطي يا مجد على الصبح، هغير وانزلك. عادي شوية وحيكر، حيفورورد. اوبس، تقوم تسيب له البيت في الصباحية يا مستر عزيز؟ هي البنت دي طول عمرها كده، خيبة ومقفلة. لا لا لا، الموضوع ملوش أي علاقة بإنها خيبة ومقفلة. واضح كده في مشكلة عند المستر تامر ده نفسه. مشكلة ايه؟ ظاهر كده إنه هجم بغشومية. أيوة يا فني، تلاقيه مش عارف. مش عارف ايه؟ مش عارف انا ايه اللي دخلني في الموضوع ده. العربيه يا حمار راح فين؟ لا مؤاخذه يا باشا. ايه يا ست هانم، هو الموضوع بقى بابليك ولا ايه؟ ولا بابليك ولا اي حاجه يا فندم. اكيد ما فطرتش صح؟ البلوبيف اللي بتحبه بالبيض وبالسمنه اللوكه. طب اتبطي يلا يا عم عشان نلحق نقول للجنايني. اتفضل يا باشا اتفضل. ما يوم اسود. مفيش منه فايده بالصلاه على النبي. خطه تطوير المصنع هتتنفذ، يعني هتتنفذ. كل العمال اللي نزل اساميهم في الكشف الاسبوع اللي فات يتفضلوا بقى يقدموا طلبات المعاش المبكر. معاش مبكر ايه يا حبيبتي اللي جايه تتكلم عليه؟ فوق يا بتاعت المعاش انت. احنا لسه نعفتنا، مش محتاجين معاش. هو ده السيستم، عشان تكونوا عارفين اللي هيقدم الطلب النهارده هياخد مكافاه نهايه الخدمه 17000 جنيه. يعني بعد 30 سنه خدمه تبقى هي دي اخرتها. دولت ما يجيبوش طاقتك يا جدعان. احنا مش عايزين ننشكوا حاجه. خليكم فاكرين انكم خسرتوا القضيه اللي رفعتوها على مستر عزيز. يعني هو ممكن يبعت لكم الجوابات ويخترقوا بقرار الاحاله للمعاش، وكمان يحط لكم الفلوس في المحكمه. سيبوني عليه يلا. هات لي جسماني وارقص عبري. لك يوم يا ظالم. لا انت ولعب جاز يا بعده. يا جماعة أنا مش عايزكم تقلقوا. كل الكلام اللي قالته ماجدة ده أكنكم ما سمعتهوش. مفيش حاجة من اللي قالته ده هتحصل، لا 17 ولا 15. هم 10,000 جنيه أول على الآخر. أنت بتقوله ده يا مستر عزيز؟ مستر عزيز احنا كده هنتفرم. بصوا بقى إذا كان عزيعيق والفتوانة فأنا أصلاً من عبدين. يعني مش عشان لبست بدلة وجرافطة بقيت مستر، لا ده أنا جايبها من تحت أوي. يعني الشويتين بتوعكوا دول مش هياكلوا معايا ولا هيتوني. افشوا القرشين عشان ما نقضيهاش محاكم. يلا هنا عايز وقت النطع شوية. انت شايف اللي بيحصل؟ ولا يقدروا يعملوا حاجة. بس احنا لو كنا فضلنا شويه كمان كانوا هيفرمطونا. يا ماجده ما يبقاش قلبك خفيف كده. لا يا مستر عزيز، بس الناس دول مش طبيعيين خالص. دول بلطجيه دول ولا ايه؟ الناس دول غلابه يا انسه ماجده، ومش عارفين هيروحوا فين بعد ما يمشوا من المصنع. ولما البني ادم بيبقى ظهره للحيط كده بيقولوا يلا بقى وزي ما ترسم. ريح يا، دول بيعملوا كده عشان يزودوا المكافأة. أنا عارف طمع الفقراء. سوق. مصلحة ولا مروحة؟
تشرب يا مستر عزيز. استني بس يا ماجده ما تقطعيش عيشنا. حاجه لله. ايه يا جدع انت؟ امشي امشي. حاجه لله عشان ربنا يديلك بدل ما يديلك. مش محتاجه دعوتك، مزهزهه والحمد لله. ربنا يحسن ختامك الفاتحه بقى. انت هتفاول عليا يا جدع انت. هديك طيارات المصلحه. هديك طيارات. خارجة ولا ايه؟ سارة جوزها في ميلانو، بنروح كلنا نسليها. بيعمل ايه في ميلانو؟ ما انت عارف يعني، اكيد زي كل مرة بيخونها. يا ساتر يا رب. بيخونها؟ هو مش يحمد ربنا بقى النعمة اللي معاه؟ انا مش فاهمه بصراحة. واطي واطي جدا. بصيت على يسو صحيح؟ ليه، هو في حاجة تسهل؟ بس هو لازم يعني يكون في حاجة عشان تبص على ابنك؟ يا سلام، طب ما انت خارجة وسايباه اهو. انا معاه طول النهار، هو بيسأل عليك انت. بص عليه يا اخي for a change. خلاص هبقى ابص عليه وانا خارج. for a change. انت رايح فين؟ شغل، مشروع كبير قوي مع رؤوف، مشروع تسمين الاناث. كلمت تامر صحيح؟ كلمته، احتمال اشوفه كمان شويه. ساميه كويسه؟ ما خرجتش من اوضتها من الصبح. ابقى بص عليها برضو. حاضر، هبقى ابص عليها. for a change. for a change. معاك لغه تبقى مالك. امال عامل نايم ليه؟ كنت بشوفك هتعمل ايه؟ انت بتشتغلني بقى؟ هو يعني بيهمك؟ انت كنت ماشي. بردون يا سيدي، انا عارف ان انا مقصر معاك، بس انا عندي شغل. وامتى هتجيب لي البيج باجي؟ بكره يكون عندك. بس ايه المناسبه يعني؟ عشان تحس ان انت مش مقصر معايا. مقصر معايا والله. والله مفيش اب يعمل مع ابنه كده. مذمتك انت بقالك قد ايه ما خرجتش معايا ولا لعبت معايا؟ الكلام ده مش كلامك. لا ده كلام ماما، وهي بتقوله لي بحفظه واقوله لك. انت عارف الكلام ده معناته ايه؟ معناته ايه؟ معناته ان بسبب امك وكلامها وفي الاوضه دي انا هموتك من الضحك. ها؟ مش هرحمك. قول حرمتك. قول حرمتك. قول حرمتك. قول حرمتك. كلام امك تاني؟ ها؟ قول لا. الله يرحمك يا بابي. ادخل. انت لسه قاعده يا ساميه؟ ما تقومي يا بنت الناس بكتفك ده تروحي لجوزك. عزيز انا غلطت غلطه كبيره قوي، ما كانش لازم اسيب له البيت واجي على هنا. اهو ده الكلام. انا كان لازم اسيب له البيت واطلع على القسم، اعمل له محضر تحرش واجيب له اتنين قمنا يرموه في التخشيبه، بعدين باجي على هنا براحتي. هو انت ما حضرتيش الفرح ولا كنت مسافره ولا حكايتك ايه؟ ده جوزك. جوزك؟ الله، يعني هو يعني عشان جوزي يعني يحق له يمد ايده في اي حته؟ ايوه يا اختي، يحق له يمد ايده في اي حته. وبعدين طب يشرب خمره؟ دي مش خمره، دي شمبانيا. وانت شرفك عشان هما في ليله الدخله بيشربوا شمبانيا مش خمره. يا سلام، والله ده كان هيبقى محضر زي الفل، سكر وتحرش، يعني محبوس محبوس. لا حول ولا قوه الا بالله، انت فورت دمي. ايه؟ ده انت لو مراتي كنت سافلتك. اوكي يا عزيز، ماشي ماشي، اهرب مني. بس انا بقى عارفه انك هتقابله دلوقتي، فهمه انه لو مش هيطلق في حاجه اسمها خلع. ايه يا عم تامر؟ معقوله تبقى شغال معايا وغشيم؟ دراعي اليمين في الشركه غشيم؟ حد يجي على عروسه كده في ليله الدخله؟ اللي حصل بقى، اصل انا اول مره اتحط في الموقف ده. ايه؟ اول مره؟ يا نهار اسود، يعني انت عمرك ما لمست ست؟ يا دي المصيبه. بقول لك ايه يا عم تامر، انا زي اخوك، خد ودي معايا في الكلام كده عشان اقدر اساعدك. ايه اللي حصل؟ بص يا عزيز، الموضوع بصراحه. بس ايه؟ بس بصراحه، طالما قلت بصراحه تبقى نايلت الدنيا. امال فين يا ابني الملعبه والمدعبه والكلمتين الحلوين؟ والله العظيم حصل، بس بعد الكلمتين جيت انقض عليها لقيتها قلبت مره واحده. تنقض ايه؟ قد كده. تنقض ايه؟ وبعدين يعني هما مش كلمتين بالعدد، في واحده بتحتاج كلمتين عشان تلين، في واحده مظبوطه على 10 كلمات. وانا شعرفني بقى اختك مظبوطه على كام؟ ده كله كوم، ولما لقيتني بفتح الشمبانيا كوم تاني. اوعى تكون قلت لها ان انا اللي اديتها لك. هو انا لحقت اقول حاجه؟ طب بص بقى يا طموره، بما ان حكايه ساميه دي هتطول كام يوم، انا عايزك تسيب لي نفسك خالص. هتعمل ايه؟ هعالجك طبعا، واوضبك واروقك. خد شيل دي وتعالى ورايا.
يلا. يا عزيز قول لي بس احنا رايحين فين؟ قلت لك اجتماع شغل. شغل ايه الكاجوال ده؟ كل شغل له هيئته يا استاذ سامي. انت لسه شفت كاجوال؟ اتفضل اتفضل. محمود ازيك؟ عاش رؤوف. ايه اللي جاب تامر؟ مش لسه بدري عليه على الاجتماعات دي؟ معلش يا جدع الراجل عنده ظروف. يا ساتر يا ساتر. ايه ده؟ الراجل ده بجد ولا جرافيك؟ ده تهجين. ايه يا عم رؤوف؟ ده صحتك انت على الاجهزه دي. ما انا لو ما عملتش كده هكرش. ما هو زي الموظفين. والله عنده حق. المهم الاجتماع ابتدى. كله تحت السيطره ما تقلقوش. يلا بينا. لا لا انا هسيبكم انتوا تشوفوا شغلكم. انا هروح. لا وربنا ما ينفع. طالما جيت هنا لازم تشوف الشغل معانا. لا انا اصلي بنام بدري. ايه رايك؟ لا ده انتوا شغلكم صعب. انا هروح. انا لا 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 استنى بقى النبي سيبني اروح. طموره بص حبيبي انا عايزك تاخدني مثل اعلى ليك في البيت مثال للشرف والسعاده وبره البيت مالي اصحى. لا يا عزيز لا ده تسيب. تسيب؟ لا يا حبيبي دي سبهلله. عارف يا مناسب الدنيا دي لازم ناخد منها كل حاجه حتى لو مش هنسيب حاجه لغيرنا. صحتك. شفت يا زوز النسوان عايزه تروح. يروحوا هو اللي يخش بيت الاسد يطلع منه قبل ما يتاكل. ها بيت ما انا قلت لهم كده برضه. طبعا. هلو عزوزو. هلو يا قلبي زوزو. ايه ده ايه ده؟ مش الاليسه اللي كانت بترقص الفرح امبارح؟ الله ما انت مركز مع الموزه اهو. امال عامل فيها خيبان ليه؟ ولا اخصى عليك فرحه امبارح وجيبه النهارده. الله عشان تعرفي ان احنا عنا ابو الحله. بقول لكم ايه، انا عايزكم تتعرفوا عليه واحده واحده وبالتفصيل الممل. اسمع ايه رايك تبتدي بالسمسون ده الاول؟ مش هبدا بحاجه يا جدع. لا لا اصل لا عزيز السلامه عزيز. بقول لك ايه يا زوز؟ مش كتير عليه قوي الكلام ده؟ لا هو في الاول بس. عزيز اهو ابتدى يتعرف اهو. فكرة العصاية دي مش هتنفعي. شتو؟ شتو عليك وعلى اللي جابتك. عمرة على وفك. باي باي يا زوزو. بس ما فيش بوسه قبل ما تمشي. بوسه على وفك يا تايجر. انا بشكرك قوي قوي على الليله اللطيفه دي. اهم حاجه بس اوعى تفتح بقك تعصفر علينا. انا عمري ما اعمل كده ابدا ابدا يا عزيز. انا بنبه بس عزيز. انا بحبك قوي. اقعد وش الكلام. لا بجد عيب. يلا انت حبيب عزيز هتبص. يو ماشي لا شاوي. ليه بس كده؟ ما كانش ليك في السكه دي ابدا يا استاذ تامر. انت مين انت؟ شاوي؟ ايوه انا شاوي. قوم شاوي. انت بتحبني؟ طبعا بحبك يا استاذ تامر. طب هات انت بص. Thank you.
عزيز. مين ده؟ عزيز بابا، هو انت مش الله يرحمك ولا رجعت في كلامك؟ لا ما رجعتش في كلامي ولا حاجة. وبعدين انت منور كده ليه؟ اوعى تقولي انك دخلت الجنة. استخسر الجنة في ابوك يا عزيز. لا 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 مش القصد، بس انت يعني كنت مقضيها بالطول والعرض، هتخش الجنة ازاي؟ دفعت كأ يالا لو في حاجات مندي هنا. كل الحكاية ان انا تبت على اخر لحظة وبطلت كل حاجة ورحت لكل اللي غلطت فيهم وطلبت منهم يسامحوني. ها؟ مالك كده محلو وصغران مع انك لمؤاخذة يعني ميت عجوز عن كده؟ ما احنا هنا بقى بنبقى في السن والشكل اللي يعجبنا. ماشي يا سيدي، وايه اللي جابك دلوقتي؟ انا ما جيتش من نفسي، انت اللي جبتني. وعاوز ايه؟ يوه تعال معايا، تعال. اجي معاك فين؟ تيجي معايا فوق بدل العيشه الزفت اللي انت عايشها دي. لا 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 مش عايز اطلع انا. ما تعصلكش. طب اطلع انت وانا هحصلك. يلا يلا، انت طلعت الدرجتين وهم كلهم 30 درجه. يلا. لا مش جاي. لا هتيجي. لا قلت لك هتيجي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، إيه الأبهات دي؟ في يا عزيز مالك؟ كابوس فظيع. أكيد من ضغط الشغل، وبعدين أنت راجع متأخر أوي امبارح. الشغل كان كتير، الضغط كان زايد أوي عليا. إيه تاني؟ الأنسة ماجدة وصلت تحت يا عزيز باشا. طب قوم بقى انزل لهم عشان أنا عايز أنام. استني، رايحة فين؟ خليكي هناك، الحتة دي بأنها مضروبة. يا أبهات كده. هي طبعا حاجة مش كويسة ان الواحد يحلم بحد ميت وكمان يقول له تعالى وكمان ابوه. جرايه يا ماجدة، انت بتظبطها لي؟ ابدا والله يا فندم. المهم حضرتك لما شدك من ايدك رحت معاه؟ لا طبعا، بقولك كنت نايم في الحلم. يعني رحت معاه؟ لا طلعت معاه كده قيمة درجتين وبعدين رفضت. طب الحمد لله، يبقى كده مفيش مشكلة. الحكاية وما فيها ان حضرتك كنت وحش السيد الولد ونفسه يشوف. بس سوري يا مستر عزيز، هو يتمنى اللي هو عايزه واحنا نعمل اللي احنا عاوزينه. ازاي بس؟ وهي الحاجات دي فيها ركوب دماغ يا ماجده؟ مش ركوب دماغ ولا حاجه يا فندم، بس اصل موضوع الاحلام ده لازم يبقى له علامات واشارات في الواقع. يعني انا مثلا مره حلمت ان انا وقعت في بلاعه. وحصلك اشاره تاني يوم؟ اتوظفت عند حضرتك. كده وضحت. الحلم لوحده مش كفايه، لازم اشاره. طب يلا بينا بقى عشان ما نتاخرش. انا رتبت خط سير النهارده، الاول هنطلع على المكتب وبعدين مصنع 6 اكتوبر. ماشي. الله يبارك لك يا ماجدة، ريحتي قلبي. ميرسي قوي يا فندم. بس بالنسبه لموضوع البلاعه، مخصوم منك شهر يا واطيه، اتفحي قدامي. حادثة؟ ايه اللي عك العربية كده؟ ايه ده؟ اتقلبت ازاي دي؟ والله ما حد عارف. ده حتى الشارع ما فيهاش حد يجري فيه عشان تحصل فيه حادثة بالطريقة دي. ربنا يستر على اللي كان جواها، ده لو عاش، لو بقى عاش، يبقى انكتب له عمر جديد. رسائل من عند ربنا، آية من عنده، آية.
احمدوا ربنا ان انتوا براها ومش جواها. قصدك ايه يا جدع انت؟ قصد اقول لك ان المكتوب مفيش منه هروب، احنا في الدنيا دي زي اللي طالع يسلم، جايين من حته ورايحين حته ولازم نوصل لها. لا نوصل لها باذنك، باذنك انت يا رب، يا حي يا حي يا حي، باذنه كله باذنه. يلا باذنه. عزيز باشا، عزيز باشا بتاع السلفه مش كده؟ ايوه حضرتك. بتندي عليا وتوقفني عشان تفكرني. نايس قوي. ورايا على المكتب. تفتكر بذكائك ومفهوميتك لو ما خدتش السلفه مراتك هتولد ولا هتاجل الولاده؟ لا حضرتك هتولد. طب ولو خدت السلفه ده ممكن مثلا يخليها تجيب توأم؟ معرفش. ها لا يا باشا. حلو قوي، يعني بالسلفه هتولد ومن غير السلفه هتولد برضك. ايه بقى اهميه السلفه في الموضوع؟ المصاريف، مصاريف المستشفى يا باشا. يا سلام، وهو انت يعني لو ما وديتهاش مستشفى مش هتولد؟ هتفضل حزقلك على نفسها كده ولا ايه؟ لا يا باشا لا، هتولد هتولد، ولو مش حامل هتولد. الله، ده استيابت بقى. لا يا فندم انا في الحسابات، وكمان ما بتفهمش لغات، ما حد يقول له حاجه يا جدعان. ليه الغباوه دي يا حبيبي؟ ايه رؤوف مات؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ده كان سهران معاه امبارح. السلام. هو مستر رؤوف اتسلك؟ ايوه ايوه. واليه ترجعون. صدق الله العظيم. خالي الله، شكر الله وسعيكم. ورؤوف كان عيانه مخبي ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ابدا، ولا كان عيال ولا كان بيشتكي من اي حاجه خالص، صدقني. يا عيني، ده تلاقيه لما مات اتفاجئ زينا بالظبط، ده كان لسه معايا امبارح. وكان زي الطور، والله العظيم كان زي الطور. عمره بقى اتنتف كده، انت عارف حضرتك وحضرتك كمان، احنا كنا في العيله بنضرب بيه المثل، ما كانش بيحط السيجاره في بقه ولا كوبايه القهوه كان بيشربها خالص. عارف عارف. أما الجيم وعضلات ونفخ، لا حول الله يا رب، ده كان عليه صحة، كان عليه صحة. يبقى أكيد مات من الحسد. بيقولك مات وهو نايم، في حد بيتحسد وهو نايم؟ الغريبة حضرتك إن أبوه بقاله شهر بيجيله في الحلم. فندم. أيوة، وكان كل يوم بيفسحه. دي تلاقي بقى دي الإشارات عشان ميعاده جه. أيوة بس رؤوف ما جابليش سيرة الحوار ده قبل كده. ما هو ما كانش مدي إخوانا برضه. طب أبوه بقى لما كان بيجيله كان بيمدله إيده ويقول له تعالى؟ مظبوط كده. وطبعا بيبقى لابس ابيض فابيض. بيتهيألي كده حضرتك. الله اكبر. انت كنت معاهم في الحلم. دلوقتي رؤوف راح معاه، تفتكر بقى لو ما كانش راح معاه كان مات برضه؟ افندم. بقول لك ايه؟ هو انت عندك مكنه ثانيه غير بتاعت رؤوف؟ في تراب الغفير. سلام عليكم. حلوه تراب الغفير دي؟ نعم. شد حيلك. اقعدوا اقعدوا. يا فندم، السواق بتاع رؤوف بيه الله يرحمه قال لي ان رؤوف بيه قاعد يحلم بابوه شهر بحاله. لما سعادتك حلمت بيه امبارح بس، يعني بكتير وممكن يجيلك شويه انفلونزا. وبعدين كلنا بنحلم بالميتين، حصل لنا ايه بقى؟ ايوه يا شوقي، بس ده قالوا تعالى وخدوا يفسحوا. افتكر بس يا باشا تكون سعادتك تقلت في العشاء شويه. ما الواحد لما بيتقل في العشاء ممكن يحلم بكوابيس. صح، انا امبارح فعلا تقلت في العشاء. وكمان ممكن تكون ما اتغطيتش كويس وانت نايم. تصدق انا امبارح فعلا ما اتغطيتش وانا نايم. طيب يعني متقل في العشاء وما اتغطيتش كويس وانت نايم، ده انت تحمد ربنا انك خرجت من الحلم سليم. يا سلام يا سلام يا شوقي، ريحت قلبي، الله يبارك لك. انزل يا حيوان، انزل يا حيوان، هتحكي معايا هتحكي معايا. حياتك بقى يا بابي. حياتك بقى ايه؟ يقصد ايه الواد ده؟ يقصد يقول لسعادتك البقيه في حياتك يا باشا. سلام يا فندم، حضرتك العشاء؟ مش عايزك نايم، هنام خفيف. بالنسبه للعشاء اللي كان هيتعشاه الباشا لفول دليفري صعب.
عزيز. انت بتطنشني يا ولد. هو حضرتك بتند عليا انا؟ ايوه انت. هو حضرتك تعرفني؟ انت هتستعبط؟ هو في حد هنا غيرك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. معلش مش واخد بالي، هو حضرتك بتدور على مين؟ مش عايز هبل، يلا بينا. يخلق مش شبه 40. روح يا والدي، روح شوف بتدور على مين. أنا الحق عليا إني جيت أنقذك من التوه اللي أنت فيها. أنا مش تايه، أنا مستني واحد صاحبي. يا عزيز يا حبيبي، أنا جاي مخصوص عشان أفسح. مش عايز أتفسح، أنا زهقان من الفسح. طب تعالى بس. يا ولد إحنا هنروح باي يا ولد. أنا ما وديتني باي وأنا عيل، هتوديني باي دلوقتي. كده؟ طب علشان عندك وقلة أدبك دي هتيجي معايا وهتتفسح، يعني هتتفسح. لا أتفسح، لا 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 لا. تاني يا عزيز؟ كابوس، كابوس فظيع. لا لا لا، دي ما بقتش طريقة. أنا مش عارفة أنام، شوف لك حل بقى ولا روح لدكتور. هعمل إيه بس في أبويا ده؟ أعزل يعني؟ أنت عندك رغبة في الموت؟ إيه؟ بالراحة بالراحة، إهدى. أنا قصدي أقول عندك شعور بالملل من الحياة، وهو ده اللي بيخليك تفكر في الموت؟ جرايا يا دكتور، هو انا جاي لك عشان تفول عليا ولا عشان تشوف لي حل؟ ما هو الحل والعلاج مش هعرفه الا مساله. اتفضل اسال. ابوك اشمعنى؟ كان بيعاملك كويس لحد اول امبارح. وامك؟ احنا هنقبح بقى. قصدي الست الوالده كانت بتعاملك كويس؟ طبعا مش امي. طب ابوك ساب فراغ في حياتك بعد ما مات؟ ابويا ده كان اهم حاجه في حياتي، انما بعد اللي عمله ده انا مش عايز اعرفه نهائي. مش عاوز تعرف مين؟ ابويا. هو انت مش بتسال على ابويا؟ بص يا عزيز باشا، احنا هنديله فرصه يومين كمان، لو ما جاش لسعادتك في الحلم يبقى يا دار ما دخلك شر ويبقى حلم عادي، انما لو جالك تاني ايه؟ اطلب له البوليس؟ لا، انما هعمل لك شويه اختبارات. اختبارات ايه يا دكتور؟ اختبارات ايه وانا رايح اقدم في كليه الشرطه؟ اختبارات نفسيه وشوية تحاليل ورسم مخ وأعصاب. نفسية ومخ وأعصاب؟ ما أخبيش عليك، في احتمال يكون عندك ضغوط نفسية، وحكاية الحلم دي ممكن تتطور وبعد كده تشوف والدك وانت صاحي. يعني ايه؟ يعني دي مبادئ جنان؟ المرض النفسي ملوش علاقة بالجنان، والناس الجهلة هم اللي بيقولوا على المريض النفسي انه مجنون. يعني سعادتك الوحيد اللي هتقول عليا ان مريض نفسي، انما كل البشر هيقولوا عليا مجنون. بالظبط كده. الله يفتح عليك، قرب لي بقى، قرب لي بس. وبه نستعين. شوف يا ابني، أولاً الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ثانياً أنا لا بنجم ولا بعرف الغيب، دي حاجة مكتوبة في صحف مغلقة لا يطلع عليها ولا يعلم أسرارها إلا الله وحده عز وجل، فما تقليش نفسك للدرجة دي وسلمها لله. مع السلامة. لا لا، مع السلامة إيه؟ خلاص كده؟ مفيش حجاب؟ حتة عمل يخلصي من أبويا؟ عمل؟ عمل إيه يا ابني اللي خلصك من أبوك؟ ده ابوك ميت. لا ما ينفعش كده، امال انا جاي لك ليه؟ مش دي شغلتك؟ ولا هو بقى نصب ودجل ولا حكايتك ايه؟ لا من فضلك التزم وحاسب على كلامك، انا لا دجال ولا نصاب. طب ما تقول كلام حلو كده عشان ربنا يكرمنا. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف يا سيدي، الموضوع ده ما بيقولش غير حاجه واحده بس،
ان حلمك ده مجرد اشاره، وده من حسن حظك لان قدامك فرصه انك تتوب وتقابل ربنا وانت كويس. ايوه، هقابل ربنا امتى يا ابني؟ ما كلنا هنقابل ربنا ان شاء الله. ما بلاش الكلام الواسع ده يا عم الشيخ، خلينا فيه انا. ها، اعوذ بالله من غضب الله. انت حر، انت مش قلت لي انك طلعت درجتين من السلم؟ ايوه. والدرجتين دول من كام درجه ابوك قال لك عليهم؟ 30. طب ما هي مش عايزه مفهوميه اهي. انت قلت لي حلمت بالحلم ده يوم كام في الشهر؟ من 3 ايام، يعني 2 في الشهر. يعني انا كده فاضل لي قد ايه؟ احسبها انت بقى. نهار اسود، ده احنا في شهر فبراير. يعني انا ابويا كده بيقال ده بالواد رؤوف؟ كل ده بشرط واحد. ايه؟ ان حلمك ده يبقى رؤيه مش حلم. وايه الفرق؟ لا، الفرق واضح. لو حلم عادي مش هناخد بيه ولا يوم ولا شهر ولا حاجه من دي، انما لو رؤيه يبقى الكلام هيختلف. واعرف منين اذا كانت رؤيه ولا حلم؟ ولا ابويا هيبلغني ساعتها؟ يا ابني، يا ابني، شروط الرؤيه معروفه. اولا لازم تنام على وضوء. حاضر يا سيدي. ثانياً تكون مصلي العشاء، وما فيش مانع تصلي لك كمان ركعتين لله عشان ربنا يكرمك. كيف صلي هنا؟ هو أنت عمرك صليت؟ الله أكبر. وبعدين تنام على جنبك اليمين. لو نمت وصحيت على أذان الفجر تبقى الرؤية كده مكتملة إن شاء الله. أفتح عليك عم الشيخ. ولا يهمني. انت هتتنفخ. زي الفل يا عم هتلر. اهلا. انا بس كان عندي سؤال محيرني. ايه؟ الشنب ده ما كملش ليه؟ جاهل ومتخلف. طب يا عم، الجلياطه اللي انت فيها دي البلا في شنبك. الله، ده كل المسجلين هنا. يا سلام، قربتوا قربتوا. بغلة ساعة الزعب، لا رجوع إلى اليمن. ثورة ثورة. استنى زعفي، سلموا على بعض، انتوا هتتروقوا. الحساب الحساب. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار ابيض. ايه مالك؟ لا، ده انا كنت رايح اسالك عم هتلر. خليك في اهلك. الحساب ايه ده؟ دي الاجنده بتاعتي طبعا. مش فيها الحساب بتاعك؟
حساب ايه؟ حساب الطلبات اللي انت طلبتها وما دفعتهاش. انا ما طلبتش حاجه. لا طلبت، وكل اللي طلبته خدته، بس انت لسه ما دفعتش الحساب. بقول لك ما طلبتش حاجه، روح هات للمدير. انت قول لشرطه السياحه. ولد بطل حركات الاستعباط بتاعتك دي. هتدفع يعني هتدفع، كله هنا بيدفع الحساب. عشفور معيش فلوس. خلاص بص في الاجنده بتاعتك وحل مشاكلك بنفسك قبل ما تيجي هنا يا حلم، وساعتها هتدفع زي اللي قبلك. لما اشوف الحساب الاول. طيب ما تنساش تبقى تحل مشاكل اختك قبل ما تيجي. اختي وده وقته؟ عكش السباحه. شدوا الجرذان. عزيز؟ ها؟ أختك أمانة في رقبتك يا عزيز، ها؟ من أنتم؟ من أنتم؟ هذه آخرتها، من أنتم؟ من أنتم؟ يا ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برضو في ايه؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه ده؟ انت صوتك جايب اخر الدنيا، انت مش هتبطل بقى؟ ايه ده؟ ده انا الفجر؟ ايوه. بركاتك يا عم الشيخ، بركاتك يا عم الشيخ. ده كلام يا عزيز؟ انت خلاص بقيت بتفكر بالطريقه دي؟ بتروح لناس دجالين وهوكس بوكس؟ بقولك الهوكس بوكس ده بيتكرر كل يوم وبنفس الطريقة، في إشارات بتأكد الحلم. بس عارف يا عزيز، حتى لو الكلام ده مظبوط 30 يوم حلوة قوي عشان تعمل كل اللي انت عاوزه. فات منهم 5 أيام. 25 زي الفل. احنا في شهر فبراير، فبراير مجدش على يومين بقى. انت هبلة؟ يعني انت لو ناقصك 23 يوم وتودعي هتبقي مبسوطة؟ والله هقضيها، هروح 3 ايام شرم، 4 الغردقه، واقضي اسبوعين في اوروبا. هي اجازه نص السنه دي بتهرج؟ طبعا بهرج. هو في حد بيصدق في الحاجات دي اليومين دول؟ بس يا سامي اخوكي في محنه. يا فريد انا في محنه، انا صحيت على اذان الفجر، يعني دي رؤيه مش حلو. عزيزي حبيبي ما تركزش مع سامي، خليك معايا. ايوه انت حبيبتي، البت دي مش ايزي. بص بقى، ال 23 يوم الجايين دول ايوه عايزين نعرف هنعمل فيهم ايه بالظبط، علشان ما نبصش نلاقيهم ضاعوا مننا كده. يعني ايه؟ خلاص كده؟ اروح اسلم على قرايبي اللي في البلد وودعهم؟ ايه الكلام البيئة ده؟ عندك حق، المشوار ده هيضيع يومين. جرى ايه يا عزيز؟ انت بتعمل كده ليه؟ ما تخليك راجل بقى. لا 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 كده مش هينفع، مش هينفع، البت دي هتموتني ناقص عمر. بدل ما تقنعيني انا يا هبلة يا فاشلة، روحي لبيتك ولجوزك، ابوكي موصيني عليكي، بدل ما كان يطلع لي انا كان طلع لك، قال له كان عقلك. قولها بقى على بلاطة، انت اللي مش عايزني في بيتك. على فكرة انا الف لوكان ده 5 نجوم تتمناني، لكن بلاش الطريقة دي. والله العظيم تلاقي حكاية الاحلام دي طريقة كده اخترعتها عشان تطفشني من هنا. لا 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 هبلة 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 هبلة، البت دي اتجننت اتجننت. لا وانت حبيبي العين العقل ما شاء الله. ماجدة ماجدة صباح الخير يا تامر. هو عزيز عاوزني في ايه؟ انا ما بقتش عارفه حاجه خالص في اللي بيحصل ده. هو كلمني الساعه 6 الصبح قال لي تعالي لي ضروري. ما انا كمان كلمني وصحاني من الفجر. انا قلقان قوي. ايه الدربكه دي كلها في ايه؟ ايه اتاخرت؟ اتاخرت فين؟ دي الساعه لسه ما جاتش 8. احنا هنا من الساعه 6. ماجدة كان في اجنده تليفونات كده زرقاء وطويله من حاجات بتاعت زمان. حضرتك عاوزها فين؟ انت مالك؟ فيها تليفونات وعناوين مهمه. طيب ثانيه واحده. صباح الخير، في ايه؟ اقعد انت. في ايه؟ مالك اقعد انت. هي دي حضرتك؟ ايوه. برافو يا مجد، الله يفتح عليك الله يفتح عليك. الحمد لله الحمد لله. استاذن انا بقى. ايه ايه حلاوه الاجنده؟ كيف 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 اهو كامل الدسوقي كامل الدسوقي. هو حضرتك عاوز مين والله؟ الله، وفي العنوان كمان مستر عزيز. ريه بقى، ريه 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 ريه. رانيا دياب. هما مين دول؟ ها مين دول؟ المين بقى تبقى عملت معايا الصح؟ محسن العوضي، محسن العوضي، محسن العوضي. على فكره الناس دي تلاقيها عزلت من زمان،
والارقام دي تلاقيها زاد عليها بتاع 5 نمر. اخلص انت اترزع. في ناس شغلتها تلاقي الحاجات دي. ايوه المهم ان انا لقيت خيط. لقيت خيط. ايه فاكرني مجنون؟ لا ده انت تمام قوي مفيش حاجه. هو حضرتك عاوز ايه من الناس دول؟ ها عاوزهم يسامحوني؟ لا ده ما بقاش طبيعي خالص. كل يوم احلام مزعجه ويصرخ ويصوت. انا ما بقتش عارفه انام. بس مش حكايه الاحلام دي غريبه شويه يا فريده؟ صافي انا بهاتي بقالي ساعه وانت كل اللي طلعتي بيه ان حكايه الاحلام دي غريبه شويه. طب وافرضي بقى موضوع الاحلام ده فريده طلع كدبه وهو ما بيحلمش ولا حاجه. كدبه ازاي يعني؟ وانت بتكوني معاه وهو بيحلم بينام ويقوم ويصحى يالف عليك الحلم اللي على مزاجه. الله. طب هو عزيز يعمل كده ليه؟ انا بقى هقول لك يعمل كده ليه. كامل الدسوقي ده كان اكبر تاجر ملابس مستورده في مصر. ساعه لما انا استوردت اول شحنه ملابس. وطبعا هو عشان كان اكبر تاجر كان بينزل بضاعته السوق باسعار استحاله انزل بيها بضاعتي. والا ما كنتش بقيت عزيز اللي انتوا شايفينه دلوقتي. اه طبعا اكيد. وعملت ايه؟ قبل ما ينزل بضاعته بيوم عرفت مكان مخازنه في شبرا الخيل. وما كانش قدامي غير حل واحد. عشان بضاعتي يبقى لها تمن كبير في السوق لازم اكون انا الوحيد اللي عنده بضاعه. طب عملت ايه؟ افتح يا ابني. وانا ما عنديش قلب. انا يا دوبك خليت واحد يعمل له قفله في الكهرباء. اصيل يا عزيز اصيل جدا. وبعدها افتقر واذكر ان في ناس شافوه بيشحت في الاشارات. وطبعا بعت البضاعه زي ما انت عاوز وبقيت ملك السوق. حقك. طب والتاني ده؟ محصل عوضي. محصل عوضي ده كان بادي في نفس الوقت اللي انا ابتديت فيه. محصل عوضي وقتها ما كانش حد بيعرف صيني في البلد. ومحسن كان عاوز من الصين طلبية موبايلات. الموبايلات الصيني لسه ما كانش حد سمع عنها. يعني لو كانت نزلت السوق كانت عملت قلق. وبعدين؟ سكرتيرة محسن العوضي مؤاخذة يعني كان في بيني وبينها علاقة قديمة. قابلتها وكان معاها أوراق الاعتماد والتحويل. غيرنا بس في ورق الاعتماد من الشركة الصينية. بدل ما كان محسن العوضي طالب موبايلات طلبنا له بزازات. بزازات؟ للأسف كانت بخمسة مليون جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بزازات؟ بزازات؟ خد البزة واسكت. خد البزة ولاد بزازات. بزازات بخمسة مليون من 12 سنة؟ دول يطلعوا كم بزازة؟ كتير طبعاً. وطبعاً أنت اللي جبت الموبايلات وهو لبس البزازات. شفتوا بقى أنا عملت فيه إيه؟ طب واللي اسمها رانيا دياب دي نيلت فيها إيه؟ لا دي أقل واحدة أنا ضررتها فيهم. أنا يا دوبك كنت متفق معاها على الجواز وما رحتش في الميعاد اللي حددناه سوا عشان أقابل أهلها. يا نهار اسود ومنيل وما رحتش ليه بقى ان شاء الله؟
كان عندي ظرف قهري والله. اللي هو ايه بقى؟ كنت بولع في مخزن كامل الدسوقي. لا اذا كان كده معلش، لو اتولع في المخزن عادي، عارف لو البزازات كنت قلت لك انت غلطان. لا طبعا ده مش سبب، كان ممكن يروح يحرق وبعد كده يخلص المعايير. عاوز الحقيقه؟ بيتهيألي ما ينفعش تكذب وانت في الظرف ده. عندك حق، بس يا ميه انا كنت لسه صغير برضك، ورانيا بنت ناس عاديين لحد لما قابلت فريده، مال وجمال وابوها راجل واصل، كان لازم اختار. واخترت مدام فريدة طبعا. بالظبط. طب وما اعتذرتش ليه؟ اهو اللي حصل بقى، وبعدين انا كنت متفق اقابل ابوها بس، هو بقى اللي عزم خلانها وعمامها وقرايبها، ما هو اللي فضح نفسه. لا طبعا الراجل غلطان، ملوش حق طبعا. مصدومين طبعا. لا انا عادي مفيش حاجة. اصيلة تامر. طب انا نفسي افهم، انت ايه اللي فكرك بيهم دلوقتي؟ لازم الاقيهم. انا خلاص اتاكدت اني هموت. ما ينفعش أقابل ربنا من غير ما يسامحوني. يا رب يسامحوا. يعني عزيز ممكن يكون بيخوني؟ أو متجوز عرفي علشان ضميره ما يتعبوش. وحكاية الحلم دي بقى كلها حركات علشان لو أنتي أخدتي بالك يبقى هو تعبان وعيان وممكن بعد شوية يتعب أكتر ويحتاج يسافر برا يومين أو ثلاثة على أساس بيتعالج وهو بيتصرمح برا مع حبيبة القلب. وانت هنا يا فريدة قاعدة بتدعي له عشان ربنا يشفيه. شوي يا شوي انا شوي ايه في ايه؟ مش عارف يا ساتر يا رب. اسحب بسرعة. اسحب ليه؟ مستر عزيز وانا بكلمه فجأة عليه قلبته راح مني خالص. راح فين؟ ياه ارحمك اسحب بسرعة. عزيز ماسك لابوك شومه يا عزيز. بقول لك ايه، ابعد عني، انا عامل حساب للعيش والملح. انت فاكر ده انت عشان لابس لك ابيض في ابيض يبقى خلاص؟ لا حبيبي ده انا صايع قوي. هو انا يعني اللي ابن زوات ده؟ انا قتال قتل، ده انا ابليس يقول لي خسيس. بطل الحركات دي واطلع يلا. وهو انا عشان تعبت شويه وراح مستشفى تقول اطلع لي؟ الله مش طالع. مش عايز تطلع؟ براحتك يا عم مفيش مشكله خالص، بس وحياه امك هتطلع غصب عنك. طب وحياه امي؟ ما انا طالع. نينجا
انا حاج. يعني ايه اخويا يا ماما؟ ايه الالفاظ دي يا عزيز؟ هو الوالد طول ايده المره دي ولا ايه يا فندم؟ ايه ده؟ هو الحلم كان متزاع ولا ايه؟ بس مباشر. انا فين؟ الحمد لله على السلامه يا عزيز. انا بعمل ايه هنا؟ اغماءه بسيطه وراحت لحالها. اغماءه؟ وريها لي كده. ايه ده الساعه 3؟ ده ميعاد غدا يا جماعه. غدا انت كمان؟ سببها ايه الاغماء دي يا دكتور؟ هنعرف دلوقتي. احنا عملنا تحاليل وفحوصات وكل حاجه هتبان. صح، انا حاسس من الاول ان في حاجه هتقصف عمري. انا ازاي ما فكرتش اجي مستشفى من الاول؟ اهدى شويه يا مستر عزيز. ارجوك يا دكتور ما تخبيش عليا حاجه. حاضر يا سيدي. اولا القلب. ايوه زي البومب ولا قلب الاسد. الضغط. ايوه الضغط. عيله ابويا كلها عندها ضغط. طبيعي جدا 120/80. السكر. بس هو السكر، هو السكر. عيلة امي كلها كان عندها السكر. ريزنبل وسرعه الترسيب تمام، كل حاجه ايديال. الله، ده انت كده قلقتني اكتر يا دكتور. نعم، ما حاجه تحير برضو. امال انا هموت ازاي؟ انا شخصيا ما اعرفش انت هتموت ازاي، لكن التقارير اللي قدامي بتقول ان صحتك زي البوم وممكن تعيش 50 سنة تاني زي الفل. خلاص شكلي هموت من نق. بلى، واضح انها حاله نفسيه. ضغط الشغل ممكن يعمل كده. انا رايي ياخد من المستشفى غيروا له جو على قد ما تقدر. عن اذنكم. مساء الخير. مساء النور. ازاي؟ الحمد لله. عزيز ما كلمكيش في حاجه كده؟ كلمني. طب خلاص بقى صافي يا لبن. بص انا ما كانش ممكن ابدا اسامحك على اللي انت عملته ده لولا ان عزيز فهمني ان بابي الله يرحمه متوسط لك في الموضوع، وانت عارف انا ما اقدرش انزل كلمه بابي الارض ابدا. ربنا يديله الصحة ويطول في عمره يا رب. هو مين ده؟ بابا الله يرحمه. بس يكون في علمك رجوع البيت دلوقتي. لأ، أنا لازم أفضل جنب عزيز لحد ما يمر من أزمته. مش مشكلة، آخر الشهر قرب خلاص. إيه ده؟ يا دكتور ما تقلقش يا عزيز، أنا بكرة هفسحك فسحة تحلف بيها طول عمرك. عمر إيه بقى يا عم تامر؟ تحلف فيها براحتك. المهم أنت وسامية لازم ترجعوا البيت. يا عم قول لها مش قبل ما عزيز يخاف. يا سامية يا حبيبتي، ابوكي عاملك حجة وعمال يجيلي في المنام. ابوس ايديكي عايز انام. الراجل مش عارف ينام يا سامية، مش عارف ينام. لا انا ما اقدرش اسيبك وانت في الحالة دي. لا هتسيبيني، والبيت ده مش هتخشيه من اساسه، وحاجتك هبعتها لك مع شوقي. حاضر بس ما تتنرفز. وبعدين انا شكلي كده هسافر بره اشوف لي علاج. تسافر فين؟ بره. لوحدك؟ لوحدي. بقى كده سيب الله. امشي عشان ربنا يديلك. في حاجه يا شوقي؟ يا ساتر، هو انت؟ اعوذ بالله، مش عايز منك حاجه. انت يا جدع، انت مش عايز. انت يا جدع مش عايز. استنى مش عايز. استنى بس يا عم، مش عايز. انت لسه زعلان مني؟ خد، ده انا بهزر معاك يا عم. بقولك مش عايز. انا النهارده اجازتي. بقولك ايه، ما تخلينيش اتغاب عليك. بقولك خد. مش عايز. استنى، ما يبقاش قلبك اسود كده. امسك يا عم. استنى وخد دول كمان، واعتبرهم يا سيدي مكافاه نهايه الخدمه. بس دول كتير. لا بقى انت هتغرق. ادعي لي يا عم. ايه يا عم انت؟ يا عم انت بتشحطه ولا بتديله قرض؟ وانت مالك انت؟ ايه اللي انا مالي؟ طالما ماشيه معاك قوي كده ما تجيب حاجه لله. لله؟ بقول لك ايه، هات 50 سلف. ليه؟ احنا بنلاقي الفلوس. ما بقول لك لله. يلا يا عم. لا يلا يا عم، دول حلوين قوي. يلا من هنا. تحت امر. يا جماعه لازم تاخدوا بالكم من مستر عزيز اليومين دول. والله يا مجد انا ما كنتش عايزه امشي، بس انتي ما شفتيش عمل ايه. مش عاوزه تمشي يا ساميه؟ يا حبيبتي العروسه بتقضي شهر العسل مع جوزها مش مع اخوها. وبعدين هو مش قال لك ان ابوكي موصي عليكي في الاحلام؟ احلام ايه بقى وهذا ايه؟ خطتيني يا مدام فريده. الموضوع ما بقاش احلامه بس. عندك حق، انت شفته عامل ايه مع الشحات؟ وحكايه السفر بره دي كمان احلام برضو؟ على فكره هو كده ممكن يفضحنا في اي لحظه. ما تخافيش يا سامي، ما تخافيش، انا هفضل معاه ولازم طول الوقت واخد بالي منه. انا جوزك يا هبله. ايوه يا صافي. لا عزيز كويس وزي القرد، شكل كلامك طلع صح. الشنط جاهزه في العربيه يا انسه ساميه. انسه؟ مدام ايه بقى؟ قومي بقى فضحتي الراجل. ايه يا مجد؟ 4 ايام عشان تجيبي لي نمر وعناوين الناس دول؟ ما ينفعش كده، احنا بقينا 12 في الشهر. عنوان واحد بس يا ماجده، طب اموت ازاي انا دلوقتي؟ ما تقلقش حضرتك،
ان شاء الله هنلحق وكل حاجه هتبقى تمام، بس في شويه حاجات في الشغل محتاجه تمشي واحنا مش عارفين نعمل ايه من غيرك. زي ايه؟ زي موضوع المصنع الجديد. المفروض حضرتك تخلص مع مكتب العمل قبل ما العمال يعملوا استئناف في القضيه. مستر عزيز، لو العمال كذبوا الاستئناف مش هنعرف نمشيهم. مش مهم يتقبل الاستئناف، الله، ما احنا هنكسبه برضو. ده لو عشت يعني. المهم مليني عنوان كامل الدسوق. عم كامل ساكن هنا بس هو مش موجود دلوقتي، بس انا عارف هو فين. فين؟ في حضرة سيدي علي زين العابدين. تعالى ورايا بس من غير لا صوت ولا نفس. مدد يا سيدي علي مدد. جدع استنى بس، انت متاكد ان كامل الدسوقي هنا؟ موجود جوه في اخر الصف. مدد. اول ما كتب القلم كتب القلم الله، يكمل السطر محمد رسول الله. السلام عليكم يا استاذ كامل. يا كامل بيه، يا عم كامل، كامل انت مش فاكرني؟ انا عزيز. عزيز منين؟ انا حرق لك المخازن. يلا نجري. الناس طيبين والله. حرامين! هو حرامين! احلى شاي لاحلى بهوات. حقك علينا يا سيدنا، اصل كلمة حرامي عندنا سرها باتة. انت هتقولي هو عم كامل برضو غلطان؟ انا مش غلطان. يعني ايه يا كبير؟ يا عم اهدى الله يكرمك. عيني بص، عيني باظت. خلاص بقى يا جماعه بقى، خلاص بقى. معلش لو في اساءه ادب يعني تتوكلوا انتوا على الله. انا عايز اقعد مع ابن خالتي شويه، امه محملاني امانه ولازم اوصلها له. طيب خد راحتكم بس مش عايز مشاكل. لا طمن باشا فخم. سلام عليكم يا رجاله. خلينا نشوفك. طب بقى عم كامل بقى، مبقاش انا نازل ايدك. انا متوضي. اقعد يا عم انت كمان بكتفك ده. جرى يا حاج كامل بقى يا راجل، كل المده دي ما تسالش عليا وانت عارف ان انا عيان قوي. عيان قوي؟ الف حمد وشكر ليك يا رب. الف بركه. بركه ايه يا بركه؟ وانا جاي اعزمك على عيد ميلادي. بقول لك عيان. لخص، عايز ايه؟ انا عارف ان انا غلطت فيك. غلطت فيا بس؟ جرى يا عم كامل. الله، ما تحضرنا يا عم. اخ وحرق لاخوه مخزن. ايه الدنيا تقوم؟ خالص ما فيهاش ولا حاجه، عادي. هبني لك غيره. المهم بس انك تسامحني. يا سلام، سهل قوي دي. بعد كل اللي عملته فيا ده، انت حرقت كل اللي حيلتي في غمضه عين. لا وكتاب الله منى، ده واد كهربائي من بلاء ابو العيله. وهو مين اللي اجره؟ انا بقول بلاش نتكلم في الماضي. الماضي ده كان كله جراح. وما دمت ايامي في الدنيا معدوده، يبقى انت بقى خليك احسن مني وسامحني. معدوده؟ الله اكبر يا عظيم يا الله يا منتقم يا جبار. يا سلام، مش معنى يعني اخترت دول؟ ما فيه غفور ويا غفار. دلوقتي بس عرفت ربنا. شفت بقى انها مش دايمه؟ شفت 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 بس اتطرشت. ده انت خليتني اشحت من اللي يسوى واللي ما يسواش. وبدل ما كنت بمد ايدي وادي، بقيت امد ايدي واخد. ولولا الاوضه دي اللي ورثتها عن ابويا الله يرحمه، زماني دلوقتي مرمي على الرصيف. خلاص بقى عم كامل، ده انا جاي ومديد لك ايدي عشان خاطري سامحني. روح ابنا، توكل على الله. موت وانت شايل ذنبي عشان ما تلاقيش رحمه في اخرتك. ابوس ايدك، ابوس ايدك عم كامل، ابوس ايدك. هو ده اليوم اللي انا مستنيه من زمان، انك تقف قدامي مذلول بالشكل ده. حرام عليك، ما تبقاش حقير زيه. وهو ده حد يقدر يبقى زيه؟ ده ما جابتوش ولا لا؟ انت هتقول لي، ما انا عارفه. انا عندي فلوس كتير قوي، خد كل اللي انت عاوزه. ولا مال الدنيا يكفيني فيك، انا مش عايز منك اي حاجه. 5 مليون كويس. كم؟ برضه مش كفايه. كفايه عليا ان اشوفك مذلول. طب 6. 6؟ مش انا اللي بيع ضميري ب6. 7. انت قاعد بتعد في ايه؟ 7 ايه؟ 7 مليون فلوس يعني. اخرس بقى. متهيألي 7 مليون دول ازيد من تمن البضاعه اللي اتحرقت ولا ايه؟ وال7 مليون دول معاك دلوقتي؟ لا بس معايا دفتر الشيكات.
دفتر شيكات. علي انا ما تقول حاجه يا مضروب. وانت خسران ايه يا عم؟ من النهارده لبكره ما فرقتش، بس انا اللي اشرت واحد. ايه؟ تسامحني دلوقتي. مصرف الشيك الاول. طب نخليهم 8 وتسامحني دلوقتي؟ خليهم 10 وادعي لك بطوله العمر. يعني اكتب وخلص؟ هو انت عملت فيا حاجه وحشه يا عزيز؟ بالحب دي غالي، بالحب يا حبيبي، حب دي اخوي. حول الله، طلع احقر منه. مين الواد ده؟ ده واحد حقير، ما تاخدش في بالك. واضح حبيبي. اخويا عزيز. ايه يا عزيز؟ 10 مليون؟ 10 مليون عشان يسامحك؟ وانا اخد معايا حاجه يا عم تامر، وبعدين يعني لو ما استفدتش بالفلوس دلوقتي هستفيد بيها امتى لما اموت؟ وانت كده يعني ضامن ان هو سامحك؟ لا مفيش الكلام ده، انت سامع ابو ودنك وقال ان هو مسامحني، قال ولا لا؟ ايوه قال، بس افرض مثلا الراجل بيضحك عليك. يضحك عليا؟ انت كنت موجود، هتشهد يعني هتشهد. ايوه هشهد، ده انت حبيبي يا عزيز طبعا هشهد. اشهد فين؟ هتشهد؟ سوق مجانين. انا هعرف اتصرف كويس، ده كده بقى اهبل، هو شكله لسه ما يعرفش مين فريده. هخلص واكلمك، يلا بقى. بس ده كتير يا باشا والله. لا لا مش كتير، مصاريف ولاده مراتك ومصاريف ابنك لحد لما يتم سنتين عليا، مرضي؟ طبعا مرضي. اهم حاجه يعني ما تبقاش زعلان من العلقه اللي اديتها لك. لا زعلان ايه؟ ده لو على كده حضرتك اديني علقه كل يوم. لو اتفضل اتفضل، شوقي طريقك. عن اذنك. السلام عليكم. السلام يخليك. اتفضل كده. عملت ايه يا ماجده؟ اللي اسمه محسن العوضي ده خلاص قربنا نوصل له، ورانيا جبت عنوانها. انت كمان بتساعديه يا ماجده؟ انا بساعده على ايه يا فندم؟ على الفلوس اللي عمالي نطورها دي. ماجده ملهاش دعوه بالموضوع ده خالص يا فريده. طب كويس، عشان ناخد رايها برده. يرضيك يا ماجده يدفع 10 مليون جنيه لواحد ما يسواش 3 مليم؟ اللي ما يسواش 3 مليم ده هو السبب في العز اللي احنا فيه. هو حضرتك دفعت المبلغ ده يا فندم؟ ما تحطي نفسك في مكاني يا ماجده، الله كنت عايز الراجل يسامحني. انا لو كنت مكانك كنت دفعت المبلغ ده برضو. وبعدين يعني انت مش ضاربين على ايه؟ انا ثروتي داخله على المليار، يعني الفلوس دي شويه فكه. شويه فكه اوكي، بس ده لو انت مديله هو فعلا الفلوس دي. يعني ايه؟ يعني هو ممكن يكون واحد انت متفق معاه تديله هو الفلوس وهو يديها لحبيبه القلب، علشان انا ما اعرفش انت بتنطور فلوسك فين. ليه حبيبه القلب دي؟ والله ما اعرف. انت متجوزها او مصاحبها؟ هو انا بتاع الكلام ده برضو يا فريده؟ ما تقولي حاجه يا ماجده. لا 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 لا، مالكيش حق ابدا يا مدام فريده، هو مستر عزيز بتاع الكلام ده؟ لا 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 خالص. وبعدين يعني بالعقل واحد ناقص له 13 يوم ويموت هيفكر في النسوان؟ ده لو علقوا له الفياجرا محاليل مش هيقدر. ما تقولي حاجه يا ماجده. ها؟ لا لا لا، مش يمكن عايز تعمل لها مستقبلها عشان عرفت ان انت هتتكل على الله؟ اخرب بيتك يا تامر، طبعا هو اللي قال لك وحضرتك كملتي القصه في دماغك. مش مهم مين اللي قال لي، انا بس مش عايزاك تبعت الفلوس ابنك وتسيبه يشحت بعد اسبوعين. يوه، انا مش فاضي لوجع الدماغ ده. ماجده جهزي لي عنوان مدام رانيا. قصدك انسه يا فندم؟ اهو انسه، هعرف انا انسات في السن ده قبل ما اموت عشان اتمشى معاها كورنيش. يوه. ايه ده انسه؟ يا مستنياني ولا ايه؟ صباح الخير. رايح فين؟ جاي معايا. جاي معايا فين؟ اي حته انت تروح. وجاي بقى متطوع من نفسك ولا فريده اللي بعتاك؟ لا طبعا فريده اللي بعتاني. حلو قوي، يعني فريده بتشك ان انا اعرف واحده عليها؟ لا طبعا، دي متاكده انك متجوز عليها. جميل، وانت ناوي تقول لها ايه؟ انا ما بعرفش اكدب. ما تعرفش تكدب؟ طبعا. ماجده معلش والنبي تبعت لنا ايميل بس لكل العملاء والموظفين والمستوردين. والمستوردين كمان. تكتبي ايه؟ اكتبي عن الفشل اللي حصل في الليله السوداء بتاعه دخله الاستاذ لا كامل. لا ابوس ايدك. لا يا ماجده ابوس ايدك يا عزيز. هتقول لها ايه؟ انك اشرف من الشرف. سك على الميل يا ماجده. سك يا ماجده. اطلع يا ابني. ده ملجا سعادتك ولا نادي؟ ده ملجا نزيه علام. يا ما قال لي اشترك معاه فيه. طب انا ممكن اشترك للاولاد فيه؟ اشترك للاولاد فيه؟ ده انت هتلاقيك متربي جواه. اي خدمه باشا؟ الانسه رانيا يا سيدي. موجوده يا فندم. اتفضل. الورد يا عزيز بيه. اجري اتبط هناك، اجري. وانت بقى جايب لي الورد ده ثمن اني اسامحك؟ لا طبعا، انت عارفه ان انا من زمان بحب الورد واحب هادي بيه. بقول لك ايه؟ دي حلوه قوي. اهدى بقى، خلينا نقول الكلمتين. دي حلوه. ده ابنك؟ لا لا لا، ابني ايه بعد الشر؟ هو انا الحق اخلف شحط زي ده؟ ده انا يا دوبك لسه متجوز ما بقاليش كام سنه. تامر سعيد، جوز اخت عزيز، بس في مشاكل ما بينه واحتمال اطلقها قريب. انت عارف عزيز عمل فيا ايه؟ عارف، هو حكى لي على كل حاجه. بس انت ليه عملت كده؟ لا والله ليه عملت كده يا عزيز؟ مالكش حق. ما تهدى يا حنين، اهدى. رانيا ارجوك اقدري الظروف اللي انا فيها، انا خلاص بموت. طب
طب ما كلنا هنموت. ايوه بس مش اخر الشهر. انا ممكن اموت قبل كده على فكره، ما حدش عارف هيموت امتى. والله انا قلت له كده قبل كده، بس هو اللي مقفور وعامل فيها ضيق، مش عارف ليه. والله جوز اختك باين عليه اعقل منك. مش كده برضو يا قمر؟ حبايبي ما تيجي تقعد هنا احسن. ماشي اقعد بقى. يا بيه يا بيه الوقت كده هيحبط فيك. قول بقى. رانيا ارجوكي سامحيني على اللي عملته فيكي. وانت ببساطه كده عايزني اسامحك على المصيبه اللي انت عملتها؟ انت يا اخي تامر ترضى ان اختك تعمل فيها كده؟ لا طبعا، يعني بس برضو انا بقول ما تسخنيش على عزيز لانه هيموت قريب والراجل جاي عشان يصلح غلطته. غلطه ايه اللي جاي يصلحها؟ انا خلاص مش ممكن اتجوز. يا بيه يا بيه الورد ريحته فاحت وشكله حمر. معلش ثانيه واحده. هاتي شكل شوفني كده. هاتي غور بقى يا كلب غور. رانيا انا مش جاي عشان اتجوز، انا جاي عشان تسامحيني. ايه اسامحك؟ اه وهعوضك على اللي حصل باي مبلغ. على فكره عزيز بيدفع كويس قوي في المواضيع دي. ياه كمان 2 مليون كويس بس. طب نقول 3؟ لا لا يا عزيز انت بقيت بخيل خالص. 4 مليون. 4 مليون انت تستاهل قوي قوي والله. يا طب بس انا عندي طلب صغير قبل ما تكتب الشيك. رقبتي ايه؟ عايزاه باسم حد تاني؟ لا عايزاكم تطلعوا بره. شفت اهو ده اللي انا كنت خايف منه. ايه ده انت بتطرديني؟ وما اشوفش وشكوا هنا تاني. انا حاسس ان شكلنا وحش، انت مش حاسس كده؟ سيبها لي بقى. يلا يلا. انا كان عندي حق ان انا سبتك يا بايره بره. ازاي ما عملتش مع حاجه؟ 5 مليون. طب 6 مليون. بص يا عزيز. نعم. من دلوقتي لاخر الشهر مش عايزك تفكر في حاجه خالص غير في حاجه واحده بس. ايه؟ انك لو بتموت قدامي وكلمه سامحتك دي هي اللي هتحييك، انا عندي اني انتحر ولا اني اشغلها لك. ايه الاحراج ده؟ يلا يا جماعه انا شكلي هشيل ذنبها. فريدة فريدة راح فين؟ راح عند ماما. ومن فضلك ورقة طلاقي توصلني قبل آخر الشهر. طلاق ايه؟ عزيز مش أنا اللي تتجوز عليا، أنا فريدة، فريدة محمود المرصفي اللي أنت زمان كنت بتتمنى إن هي تبص لك. يا حبيبتي ما تبقيش مجنونة، أنا مفيش حاجة بيني وبين رانيا دي خالص. واشمعنى بقى رانيا هي اللي جت في بالك؟ عشان أكيد الأستاذ تامر هو اللي قال لك. آه قصدك إن في ستات تانية كتير أنا معرفش حكايات. لا أنا ما قصدتش. أوعى من فضلك، أنا كرامتي ما تسمحليش إن أنا أسمع أكتر من كده، ولو لسه في حاجة كويسة ما بيننا ما تموتهاش قبل ما تطلقني. فريدة يا فريدة. طب عشان خاطر يوسف بس؟ لا أنا علشان خاطر يوسف سايباه يقعد معاك الكام يوم اللي فاضلينك دول، ده لو يعني طلعت حكاية الموت دي بجد. فريدة مش عامله لك اي اعتبار. اسم الله. عندك حق. سيبك انت، عاده الرجاله مفيش احسن منها. صح، بس انا كده هضطر ابات لوحدي وجدك هيجي لي في المنام ويستفرد بيا. خلاص تعالى معايا فاضي. ماشي يلا. بابا. بابي هو ليه جد بيجي لك في الاحلام؟ والله انا كان عليا مش عايزه يجي خالص. ليه؟ مش بتحبه؟ لا بحبه يعني، بس هو مقفلها لي حبتين. انا كمان بحبه. عارف ليه؟ ليه؟ عشان خليك تنام جنبي النهارده. الله. طب يا سيدي انا ان شاء الله لما اشوفه هبلغه شكرك وتقديرك. هو حضرتك لما تنام جنبي وجده يجي لك في الحلم هيجي لنا كمان؟ لا طبعا، ده مستقصدني انا بس. نام يا ابني، نام وبلاش السيره دي احسن، ده لو جالك هيخليك تبرم حوالين نفسك. يلا. ايوه سلام. استني ما تجيش بقى الوقت صغير. اصدقائي المشاهدين، للمتعه اليوم عنوان في لقاء مثير في الملعب الكبير، الملعب المستدير، الملعب الخطير. نحن هنا لنتابع معا احداث مباراه الكلاسيكو بين الفريقين الكبيرين، الفريق الذهبي في قيادة عزيز وموظف السلفة ومعه تامر والشحات في حراسة المرمى وهو كامل الدسوقي عنوان الرشاقة والخفة كما أنت كبير يا غزال الصحراء. وعلى الجانب الآخر فريق
هو عزيز، ومعه أبو عزيز الجناح النفاذة، ووالده عزيز المدافع الصخر، هو عزيز إسبادا، هو زيزو الكبير في حراسة المرمى. اليوم قضاة المباراة تتكون من الثلاثي الخبير، المخضرم الطويل، هو القصير، هو المستدير. وبدأت المباراة، وعزيز يمشي بالكرة ويمررها الكامل. يلا التمورة، واحدة اثنين، يمشي مع عزيز، عزيز يحاول، يناور، يرفع راسه، ثم يعمل هذا بالكروس من الراس، هاو الراسية وهدف بالكامل، قد السلطي يفتح باب التسجيل، يا حلاوتك يا كامل، هدف كامل، تسع راس كامل، كاملة الأوصاف يا كامل. البنات أختي، بس بنات ناس قوي عزيز، قوي بص. ماذا يحدث؟ ماذا يجري؟ ماذا هنا؟ لحظة 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 لحظة، يبدو أن الحكم المساعد عنده رأي آخر. ننتظر. لحظة، فما قرار جديد، شكله ألغي الهدف. نعم هدف أبيض، هدف مشطوب، لم يحتسب الهدف وشطب الهدف، وأوشكت المباراة على الانتهاء، وعزيز مصمم على الفوز. يعمل مراوغة، يحاول، يناور، وين ماشي، لن يمر، مر، لا والله كذبني، مر، يتعدى عزيز، ما لمسوش، هو اللي وقع لوحده. بتصالبه. طب ايه رايك بقى انه شنكله وبينالتي؟ لا ما حصلش. حصل، وبينالتي، ضربة جزاء، خلاص. فلول، مش فلول، بينالتي. ما فيش اجدع من كده بقى، ما لمسكش وحسبت لك بينالتي. على الله يطمن، شكله ابن عمه أو أخوه الحكم. وفي الأخير هدف من نجل الخيال، من أجل انتصار مفاده لقب عزيز. إيه؟ ما تصفر، مش لاقي الصفار، راحت فين؟ مش عارف. طب دور بسرعة، الوقت بيعدي. أنا بدور. إيه اللي جاب دي؟ فهمت ماذا هناك؟ نقصة كامبو جلبية، ينقصها الإثارة كامبو جلبية، اتدلع يا أبو جلبية، الله على سرعته، صفتي، واختف للصفرة، واختف للصفرة من حكا الهدوء، حلوة برد. بسم الله الرحمن الرحيم. في يا صافي؟ البزازات، الوقت بيمر، لازم أتصرف. ايه مستر عزيز، ده فاضل نص ساعة على الفجر. حاضر يا مستر عزيز، بكرة الصبح ان شاء الله هيكون عند حضرتك عنوان محسن العوضي. بكرة الصبح ايه بس، الوقت بيعدي. يوه، هو السيد الوالد زار حضرتك في المنام تاني ولا ايه؟ زار ايه بس يا مجد، زار ايه؟ ده بقى مخيم معايا. علشان كده. طيب يا فندم، حضرتك افضل صحي الساعتين تلاتة دول ونتقابل الصبح في الشركة. ساعتين تلاتة ايه؟ الحلم واضح زي الشمس، لازم الاقي البزازات، لازم اروح لمحسن العوضي. حاضر يا فندم، انا جاي حالا اهو. حاضر، يعني هو حاله يتصلح وانا اتشخرم؟ يعني انت السبب في انه جاب البزازات دي؟ حاجة زي كده. طب انا هسألك سؤال، انت برضو زي ابن محسن؟ طبعا يا ام محسن، اسالي. ايه اللي خلاك تشور عليه الشوره المهببه دي؟ وانا ما شورتش عليه، يعني انا ساعدته بس. دي كانت مساعده الهم والغم، دول عاملين زي القراضه، انا متهيألي ان هما بيتجوزوا جوه الصناديق من ورانا ويخلفوا واحنا مش جريانين. لا 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 لا، مالكيش حق ابدا يا ام محسن. طب ده انا حتى يعني شايفاهم بسم الله ما شاء الله هقربوا يخلصوا، ده احنا لسه عندنا مخزنين مليانين. لا لا لا، ما تقلقيش حضرتك خالص، مستر عزيز هيشتري كل الكميه الموجوده. وفي حد يشتري الهم ده؟ انا ارجوكي ما تبخليش عليا بيهم. والله هتبقى ريحتني، بدل ما انا عماله ابيع فيهم كرتونه بكرتونه، وهعمل لك خصم. لا لا لا، من غير خصم، احنا ناس بقينا بنعرف ربنا، قصدي طول عمرنا نعرف ربنا، واخدهم باللي يقول عليه محسن. ايوه بس محسن ما بيقولش. ليه؟ هو حصل له حاجه؟ لا بس مش هيفيدك بحاجه. ايوه بس انا لازم اقابله، لازم قبل ما ابيعه واشتري اخليه يسامحني على الشوره اللي شطها له دي. اه
هو ده شرط مستر عزيز الاول عشان يشتري. انت حر، هو قاعد في الاوضه بتاعت السطوح ما بيسيبهاش، بس اوعى تجيب له سيره البزازات. ما اجيبلوش سيره البزازات ليه؟ الدكتور بيقول ان هو كل ما بيسمع الكلمه دي حالته بتتدهور. دكتور ايه؟ الدكتور بتاع المستشفى. مستشفى ايه؟ المستشفى بتاع العباسيه. عباسيه بس ما تخافش، هو هادي دلوقتي. خف يعني؟ مدام بياخد الدواء بيبقى هادي، اصل الدواء بينسيه كل حاجه. ايه ده؟ يعني هو دلوقتي مش هيفتكر مستر عزيز؟ اذا كان ما بيفتكرش امه هيفتكر مستر عزيز؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا حبيبي يا محسن. محسن، انت مين؟ انا عزيز. مش واخد بالي عزيز مين. معلش، انا عارف ان في عوق في دماغك يعني ومش هتعرف تفتكرني، بس انا هحاول افكرك. قلتيلي بقى كده الحكايه ما تبقاش ان هو شار عليه كده، يبقى ضحك عليه. ايوه، ما هو علشان كده انا بصراحه خايفه من المقابله دي. اكيد مش هتعدي على خير. اكيد يا حبيبتي ما تقلقيش، ده من رابع المستحيلات انه يفتكره. افتكرني الحمد لله. انا هتكفل بمصاريف علاجه كلها طبعا بعد لما اتعالج انا الاول، وكمان هدخله مستشفى متخصصه على حسابي عشان لما يجي اليوم يعرف يسامحني على اللي عملته فيه. خف ايدك لشقك. طيب، واكيد برضو لما يعرف ان حضرتك اشتريت كل البزازات هيسامحك على طول. حلو قوي. وعايزك كمان تكلميني نزيه علام صاحب الملجا، تقولي له ان انا مستعده اشاركه في الملجا وفي اي عمل خير بيعمله وباي ثمن. واكيد رانيا هي كمان لما تشوفك بتعمل خير ده كله هتسامحك. يا رب. وبالنسبه للمصنع، مش عايز عامل لا يطلع معاش مبكر ولا يتسرح، كله يستنى، وزود لهم مرتباتهم كمان. وانا اتكلمت مع الحاجه وحكيت لها على كل حاجه، وهي لما تاخد التعويض اكيد هتسامح. على خيرة الله. ها، تأموري بكام مليون يا حاجة؟ ومن قالك ان انا عايزة فلوس؟ مش عايزة فلوس؟ امال عايزة ايه؟ بص يا استاذ، اللي حصل ده انت كنت سبب فيه وبس، وده مقدر ومكتوب، واحنا ناس بنرضى باللي ربنا كتبه لنا. مش فاهم. شوف يا استاذ، احنا كلنا مجرد اسباب، يعني حضرتك لو ما كنتش عملت اللي انت عملته ده كان في حد تاني هيعمله، وجايز كان المركب اللي جاب البضاعة يا تغرق يا تتحرق. مش معقولة يا حاجة اللي حضرتك بتقوليه ده؟ مستر عزيز هيدفع مبالغ كويسة جدا وهو مسامح. شوف يا ست هاني، ربنا أنعم علينا بحاجات كتير كويسة قوي. صحيح محسن تعبان، لكن إخواته التانيين صحتهم زي الفل وكويسين، ومش مخليني محتاجة حاجة خالص. أكل وبناكل، لبس وبنلبس، والصحة كويسة والحمد لله. مش معقول ننسى كل النعم دي ونفتكر مشكلة صغيرة، ده حتى يبقى مش معقول. بص يا أستاذ، شيل البضاعة بتاعتك وادفع تمنها، لا أكتر ولا أقل. أيوة، بس أنا لازم أتأكد إنه سامحني. ما قلنا خلاص يا أستاذ، ده مقدر ومكتوب. يعني أنا كده ما غلطتش في حد. يا سلام، ربنا يبارك لك يا حاجة، كلامك كله حكم. هو إيه اللي خلاص وخلصت وانتهى؟ أنا ما بقتش فاهمة أي حاجة. خلاص بقى يا ماجدة، وقفي كل حاجة، مفيش فلوس تاني هتطلع. خير إيه وتبرعات إيه؟ ليه إن شاء الله؟ هو حضرتك خلاص مش هتموت ولا ايه؟ يا حبيبتي انا ما كنتش خايف من الموت، انا كنت خايف من الحساب. ومادام كله بقى مقدر ومكتوب وفي ايد ربنا، ايه بقى اللي يخلينا اتكحرط واجري ورا الناس عشان يسامحوني؟ مادام كله في ايد ربنا، وربنا غفور رحيم. هو ده اللي فهمته من كلام والدة محسن؟ ده بدل ما تحمد ربنا ان في ناس بتسامح كده من غير ما تقبل عوض. يا ماجدة، الكلام ده ما منوش فايدة. انا خلاص كلها 8 ايام واموت. الابدا بقى ان انا متع نفسي فيهم بدل المشاوير والهم. اسود ومنيل، مش مصدقه نفسي. انت كل يوم بحل، يوم توزع على الناس فلوس، ويوم تحرمهم، يوم تساعدهم، ويوم تعذبهم، يوم تتعدل، ويوم تتعوج. انت ايه بالظبط؟ ممرود ولا فرعون ولا ايه؟ انت ازاي؟ ايه يا ماجده؟ فين ماجده مرزف؟ بس الغلطه مش غلطتك، احنا اللي ساعدناك على كده. اي حاجه كنت بتعوز تعملها كنا بنعملها لك، حتى لو ما كناش راضيين. وانت مالك انت؟ انت موظفه عندي وتعملي اللي انا عايزه. شوف اديك رجعت زي الاول ويمكن اكتر كمان. خلاص بقى. طب خلاص بقى اهدي، خدي لك اجازه يومين. يا
ليه مستر عزيز؟ انا مش هاخد اجازه يومين، انا هاخد اجازه على طول. كمل بقى لوحدك. ايوه سونيا، ليه اتنحيت؟ ايه لسه 8 ايام، مش هتنحى قبل ما اخلص مدتي. اصحى يا عم، على مالك وانت سايق؟ على مالي ايه يا باشا، العربيه واقفه. ايه ده؟ لسه سهران يا عم يوسف؟ انت كمان لسه سهران. ماشي يا ليمت. يعني انت رجعت تسهر تاني زي الاول؟ هو يا بابي انت ايه، خلاص طمنت الجنه ولا ايه؟ نهايتك قربت خلاص يا برنس، ومكانك محجوز يناديك في النار. ليه؟ هو انا عملت حاجه؟ ده انا كنت مجرد سبب. بذمتك مصدق نفسك يا ولد، ولا عشان كلام ام محسن جه على مزاجك؟ ليه؟ هو كلامها مش صح ولا ايه؟ لا صح، بس كمان الحكايه مش سيئه. هتتحاسب، ويمكن كمان تتحاسب الطاق طاقيه. لأنك عرفت الغلط اللي انت عملته، وكان في ايدك تعمل خير وما عملتوش. لا، والمصيبة انك رجعت تاني زي الاول واكتر. شيل بقى، ما تلومش حد تاني يا عزو. فريدة، فريدة، فريدة. كل الكلام اللي قلته لك ده، تاخدي على كلامي؟ كل اللي اتفقنا عليه يتنفذ والفلوس تطلع بسرعه يا ماجده. الله لا يسيئك، ابويا كان هيولع فيا. انا رايح فين؟ رايح عند فريده اصلحها، وبعد كده هطلع على كامله دسوقي اشوف عايز ايه ده كمان. ماشي اوام يا ماجده، السلام عليكم. يا فريده يا حبيبتي، انا مفيش بيني وبين رانيا دي اي حاجه. دي واحده كان المفروض اخطبها وسبتها عشان خاطرك. سبتها عشان خاطري ولا عشان فلوس بابا ومركزه في الوزاره؟ يعني ايه؟ اوعى تكون فاكر ان انا مش فاهمه كل حاجه. انت كنت عايز حد يساعدك علشان تكبر، ولما عرفت ان بابا الله يرحمه مستشار الوزير قررت ان انت تتجوزني عشان مصلحتك. ولما كبرت وبقى معاك فلوس قلت بقى ترجع للحب القديم. حب قديم ايه بس؟ دي واحده كنت حديها قرشين عشان تسامحني على اللي عملته فيها. تسامحك على ايه من اصله؟ ما انت خلاص سبتها واللي حصل حصل. ما انت عارفه الظروف يا فريده، انا عاوز كل الناس تسامحني قبل اول الشهر. انا اصلا حكايه اول الشهر دي مش داخله دماغي. خلاص كلها اسبوع هتعرفي اذا كنت بتكلم جد ولا بستهبل. بس انا في حاجه مهمه عايزك تعرفيها، انا بحبك يا فريده ولسه بحبك، وهفضل مخلص ليكي لحد اخر الشهر. يا سلام، وبعد اخر الشهر مش هبقى موجود، وساعتها بقى بيفتكريني بالخير. وادعي لي ان ربنا يرحمني. ربنا يرحمنا كلنا. واضح ان انتي عايزاني اتعذب بسبب الدنيا واخر. ماشي براحتك يا فريده، بس حاولي ترجعي البيت عشان خاطر ابنك، عشان ما يقولش ان ابوك كان مزعل امه في اخر ايام. في ايه يا فريده؟ مش عارفه في ايه يا ماما. بس يا بنتي احنا مش كده، ولا ربناكي على كده.
الست لازم تقف جنب جوزها مهما حصل، ولما يبقى يعدي ازمته تبقى تحاسبه زي ما هي عايزه. انا عايزك روزه. كان المهم هو ايه دلوقتي؟ ده اللي يهمنا، وكفايه انه جالك لحد عندك عشان يصالحك. فكري كويس يا فريده وبلاش الشيطان يلعب بيكي. عندك واحدة شنطرينا لأجدع ناس. ناس يا ولاد، ست حيلة كبار. يلا يا بنات يلا اشتغلوا. والله والله خطورة حبيبي يا خطورة. خالتك فخم يا نهار اسود تامر ورقاصة وبدلة لميع. بدلة لميع يا كامل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار اسود ده انت كده الفلوس اللي انا اديتها لك بتعمل بيها كل حاجة حرام؟ يعني كل حاجة انت بتعملها انا باخد عليها ذنب زيك بالظبط؟ انت عايز مني ايه يا عزيز؟ انا مش عايز افوق يا صديقي السوق ولا افوق. وانت ابو نسب يا عم تامر، ايه اللي لمك على الباروكة دي؟ مش انت يا عزيز اللي قلت لي خد لي مثل اعلى؟ في البيت مثال للشرف والاستقامة، وبره البيت مليئتها. يا دي المصيبة. هو انا مغناطيس ذنوب يا ربي، كل ما عدلها تتقندل. طب مع نفسك بقى اخ مغناطيس، اروح انا اطمع ضيوفه. لا بقول لك ايه، ما انت هتتعدل، يعني هتتعدل. انا مش ناقص. نزل ايدك، انا سكران. ابوس ايدك، كلها خمس ايام واموت، وبعدها يا سيدي بقى اعمل اللي انت عايزه، ان شاء الله حتى الشم كله. ليه؟ الا اذا زودت التعويض شويتين. فلوس تاني؟ ليه؟ ليه؟ هتموت بدالي؟ عزيز يا اخويا، هو انت هتاخد حاجه معاك؟ وديك شايف المصاريف دي كلها. ماشي يا كامل، ماشي. وتبطل؟ لا، عرضك مرفوض. انا ما اقدرش اقعد اسبوع من غير الدلع اللي انا فيه ده. بقول لك ايه يا عزيز، تدفع كام وبطل انا الاسبوع ده كله؟ 5 مليون مناسب؟ والله العظيم. اصب لك كاس. خد اشرب يا ولادي، اشرب يا ولادي، يا ولادي، يا ولادي. احنا بس كنا عاوزين نشكره على اللي عمله مع كل عمال المصنع. امبارح كان اللي بينا عداوه، النهارده عايزين نفدي بعينينا. معلش يا عم امام، هو مش هيقدر يقابل حد اليومين دول. طب والناس اللي في المصنع اقول لهم ايه؟ عم امام مستر عزيز تعبان قوي،
ويمكن يموت في الايام الجايه دي. يا ساتر يا رب. يموت ايه؟ ربنا يديله الصحه وطول العمر. قولي لي يا بنتي بس ايه الحكايه؟ حكايه طويله قوي يا عم امام. طب ما تحكيها لي يا بنتي، يمكن في ايدينا حاجه نقدر نعملها. صباح الخير. ايه اللي جابك؟ ما كنت خليتك عند كامل الدسوقي. انت قلت لها عزيز برضو؟ طبعا عشان تلحقك من اللي انت فيه. على عموما انا ندمان على كل اللي انا عملته، انا مش هروح للراجل ده تاني ابدا. ما تقلقش، هي هتسامحك، بس اهم حاجه تاخدوا بالكم من يوسف. علموه يعمل حساباته كويس قوي عشان ما يزنقش الزنقه اللي انا فيها دي. ما تقولش كده، انت اللي هتعلمه كل حاجه يا عزيز. بابي مش عايزك تموت، مش عايز صورتك تطلع عليهم. بس فريدة، أنا كنت متأكد إنك هتيجي. تعمل في نفسك كده ليه يا عزيز؟ خلاص بقى مش مهم. المهم اللي أنا عملته للناس لازم يفضل يتعمل حتى بعد ما أموت. ما تخافش يا عزيز، كل حاجة هتفضل زي ما هي. ما اتجوزتش عليكي. بس كنت بتخوني. عموما أنا ما يهمنيش جوزي كان عامل إزاي. أنا يهمني الجاي هيبقى إيه؟ جاي إيه بقى؟ خلاص. مستر عزيز، في واحد بره عاوز يقابل حضرتك. مين هو؟ حضرتك ما تعرفوش، بس هو مصر يقابلك. هو ده وقته يا ماجده، خليه يجي بكره. خليه يجي دلوقتي، يمكن يجي بكره ما يلاقينيش. اتفضل يا عم امام. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا عم امام؟ ما اعرفوش ازاي. الله يخليك يا عزيز بيه، ارجع اشكرك واقول لك كتر خيرك. الله يبارك لك يا عم امام. عزيز بيه، انت عارف انك هتموت. عارف يا عم امام. طب وايه يعني؟ ما كلنا عارفين ان احنا هنموت، بس الفرق ان انت كنت عارف انك هتموت بعد 30 يوم. احنا بقى مش عارفين اي حاجه. يا بختك. شوف انت من 30 يوم كان في كام واحد بيدعوا عليك وعايزينك تموت، وشوف النهارده بقى في كام واحد بيدعي لك وعايزينك تعيش. احمد ربنا انه ده حصل. يعني انت لو عارف انك هتموت بكره كنت هتبقى مبسوط؟ طب بقول لك ايه، انا عايزك تقوم كده تبص على حاجه هتتبسط. يلا يلا. عزيز بيه يا عيال، كل يوم يقف عزيز بيه. ربنا يديك طول العمر يا رب. يا رب ياخد بيدك ربنا يا رب ويبقى كويس يا رب. يا رب ابقوا معايا يا اولاد. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. انت جاي لي مخصوص يا عم الشيخ. وفي أعز منك. ربنا يعزك يا مولانا. اللي قولي صحيح، عايزك تفكرني، هي السلالم اللي كان واقف عليها الوالد في الحلم كانوا كم درجة؟ كانوا 30 يا سيدنا الشيخ. عشان كده انت قلت ان فاضل لك 30 يوم. بالظبط كده. بس فبراير 28. بعدش من يومين يا عم الشيخ. وتفتكر دي حاجة ممكن تعدي على السيد الوالد؟ قصدك ايه؟ انت ليه فكرت ان التلاتين سلمة 30 يوم؟ ليه ما يكونوش 30 سنة؟ سامية بس والنبي. ما تسمعش كلام باباك تاني. الله، بقول لك انا دخت، تعالى عايزك. خد امسك البتاع ده. كمله كمله كمله.
اوعى تدوس على حد. بقول لك ايه؟ ايه؟ بعد الحفلة عايزين نشد بهداوة كده عشان ورانا شغل. شغل؟ شغل ايه؟ مشروع تسمين الإناث بارت 2، إنما ايه؟ فلة. وحياة أبوك. ورحمة أبويا. وأولجا موجودة؟ موجودة. وسونيا موجودة؟ اتمسكت. أحسن، ما كانتش بتراعي ضميرها في شغلها. بس اوعى تجيب سيرة لحد. عيب عليك. أمانة. عيب عليك. سامية! أه يا رمة. سامية الحقيني يا سامية. إيه؟ عزيز عاوز ياخدني معاه حفلة يوم أسبوعي. آه، مشروع تسمين الإناث؟ أيوه مشروع تأمين الإناث، أصل هو ايه ده؟ مش عرفني. ده كان اختبار يا معلم. وانا كنت مراهنة انك مش هتوافق. شفت بقى يا عزيز؟ تامر عمره ما هيرجع للي كان فيه. عقبالك. لا انا حبيبي عمره ما هيرجع زي الاول. بركه في حمايه ربنا يا فندم. ما بلاش السيره دي. بقول لك ايه؟ تعالي سلم على محسن عوضي. مستر عزيز انا بعت جبت استاذ محسن اهو زي ما حضرتك طلبت. ازيك يا ام محسن؟ الحمد لله ربنا يكرمك. عارفه يا مدام فريده استاذ محسن ده كان عنده عقده من البزازات، كان بس يسمع اسمها كده اعصابه تبوس ويكسر الدنيا. من البزازات؟ لا بس بعد لما سفرناه بره وتعالج ما شاء الله دلوقتي لو قلت له بزازات لو قلت له لو لحنتها له مش هيحصل حاجه. تيجي نشوف؟ نشوف بقى. بزازات ولا حاجه. مش اي حاجه هو. طب بزازات عادي. طب بزازات عادي جدا. بزازات عادي جدا. تصبح على خير يا روحي. أنت من عيني يا حبيبي. عزيز عزيز بابا. إيه يا عزيز؟ معقولة تتأخر كل ده؟ أنت تاني يا بابا. ما يصحش تخليني أستناك المدة دي كلها. عايز مني إيه؟ أنت عارف عزيز. إيه ده؟ مين دي؟ دي أمك يا هالة. عزيز. عزيزة؟ ماما! انت كمان تعلمتها ال حبيب ماما. ماما! حبيب ماما! جرأي يا راجل؟ انت جاوة كل شوية تخدلي في الواد وتعمل فيه مقالب المضروبة بتاعتك دي يا مضروب. مقالب؟ ما انت عارف أبوك كل ما يلاقي نفسه فاضي يقول لما روح أخد الواد شوية. أخ منك أخ منك أخ. يخص ليه قلتيله؟ اديكي بوصيها مش هيتخض تاني. انت بتهرج عليا يا بابا؟ سيبك منه. ربنا يخليكي ليا يا ماما. عشان تعرف انا بحبك قد ايه وادي عزيز. وانا كمان. عارف جايب لك معايا ايه يا بيضة؟ ايه؟ ايه ده؟ البطة اللي بتحبها. الله. وعارف جايب لك معايا ايه كمان؟ الكورونا يا حبيب ماما اللي انت بتحبها. الله شغليطة. طب ومعاكي ايه تاني؟ مش مكمرة حاجة ورا ودانك؟ تعالى معايا يا حبيبي وانا اوريك. تعال تعال. ايه رايك كفوله؟ ايوه علشان لما نخرج نبقى براحتنا. واحنا نخرج؟ ايوه. هنروح فين؟ هنطلع على السلم ده ونتفسح ونروح باي. سلم. اسمع كلام امك. اسمع كلام ابوك. استنى يا عم انت وهي جو السبوع اللي انتوا عايشين فيه ده اجيب لكم هن. عايزك في حاجه مهمه. الولايه ام ميمي بتسال عليك ومستنيه اليوم اللي تيجي تصلح فيه غلطتك. ام ميمي هي لسه فاكراني؟ هو انت تتنسي يا حاج؟ ودي تطلع من ام ميمي دي ان شاء الله. كان عايز يتجوزها. الولد ده كذاب. يتجوز مين؟ ام ميمي طيبه. يا نهارك اسود ومنيل يا راجل. لا يا عزيزه لا لا مش كده بالظبط. امال ايه بالرب؟ اسمعيني بس. طيب عزيزه سمعت الرعب يا حبيبي. امين يا عزيزه. فهمت القله وتعب السر يا ضنايا. يا وليه هخفيك يا وليه. اخفي مني يا نخفي يا ابن المخفي. عايز قله ادب.